عنوان درسنا اليوم Devices of a Natural Number. أول شيء شو يعني divisor؟ نحن نعرف إنه 8 divide by 2 حيطلع لنا 4 يعني natural number وفي بقى له point. أول شيء النمبر موجود قبل divide by هذا اسمه dividend يعني ال 8 هي dividend والرقم الموجود بعد divide by اللي هون يعني هذا اسمه divisor اللي نحن درسنا اليوم عليه يعني هون ال 2 هي divisor. نفس الشيء إذا نقول 8 divide by 4 حيطلع لنا 2 مثل ما حكينا انه النمبر الموجود بعد divide by هذا اسمه divisor يعني ال 4 هون كمان هي divisor. divisor لمين؟ لل 8 يعني مثل ما لاحظنا انه 2 هي divisor لل 8 وال 4 كمان هي divisor لل 8 ممكن هسه نلاقي لها هسه divisor لل 8 هالشي معناته انه ممكن نلاقي عدة divisor لرقم واحد. خلينا نحل هالسؤال عم يقول لي find the divisors of 8, 12 and 35 يعني بدنا نشوف divisors لل 8 ولل 12 ولل 35. خلينا نبلش بال 8 عنا 8 r نحط الديفايزر هون دائما بنبلش من ال 1 نضلنا 1 2 نجرب ال 1 نجرب ال 2 نجرب ال 3 يلا عنا 8 divide by 1 اكيد حيطلع عنا 8 دائما الرقم اذا قسمته على 1 حيطلع الرقم نفسه هالشي معناته انه ال 1 هي divisor لل 8 فبنحط هون 1 جربنا ال 1 هلا بنجرب ال 2 بنقول 8 divide 2 حيطلع عنا 4 ال 4 هي natural number ما في بقى له point هالشي معناته انه 2 هي divisor لل 8 فبنحط كمان هون 2 بهالشكل نحن بنحط هون divisor لل 8 عملنا 2 هلا بنعمل 3 بنقول 8 divide by 3 حيطلع معي 2.67 يعني ما حد يطلع معي natural number يعني هالشي معناته انه ال 3 منا divisor لل 8 فما بحط هون ال 3 غلط حط ال 3 هون يعني ال 3 منا divisor لل 8 فغلط حط ال 3 بنجرب ال 4 هلا بنقول 8 divide by 4 حيطلع معنا 2 هالشي معناته انه 4 هي divisor لل 8 ما طلع عنا هون عنا point هالشي معناته انه ال 4 هي divisor لل 8 فبنحط هون 4 نقول 8 divide by 5 وال 8 divide by 6 وال 8 divide by 7 هول اكيد حيطلع هون عنا point يعني ما حيطلعوا natural number يعني ال 5 وال 6 وال 7 منهم divisor لل 8 كيف عرفت؟ دائما ناخذ نص ال 8 شو النص ال 8؟ هي 4 دائما فوق ال 4 يعني فوق ال 4 يعني مثل 5 و 6 و 7 هول اكيد حيطلع لنا هون بوينت ما حيطلع لنا natural number فما في داعي نجربهم بس اكيد ال 8 هي divide by 8 حيطلع لنا هون 1 فبنحط هون كمان 8 هالشي معناته انه ال 1 وال 2 وال 4 وال 8 هن divisor لل 8 خلينا نشوف هلا ال 12 نشوف الديفايزر ديفايزرز لل 12 دائما ال 1 والرقم نفسه حيكون موجودين من ضمن الديفايزر اكيد فال 1 حتكون موجوده من ضمن الديفايزر والرقم نفسه هون شو الرقم نفسه هو 12 يعني دائما ال 1 والرقم نفسه حيكون موجودين ضمن الديفايزر فبنحطهم دغري هلا بنبلش نجرب ال 2 وال 3 وال 4 وال 5 يلا عنا 12 divide by جربنا ال 1 اكيد بيمشي حالها فحطيناها هلا بنبلش بال 2 divide by 2 حيطلع لنا 6 هالشي معناته انه ال 2 هي divisor لل 12 فبنحط هون ال 2 وبنفس الوقت ال 6 كمان هي divisor لل 12 ليش؟ انه 12
divide by 2 حيطلع لنا 6 و 12 divide by 6 حيطلع لنا 2 يعني هون 12 divide by 6 حيطلع لنا 2 فهم شيء معناته انه كمان 6 هي divisor فمن خلال عملية حسابية واحدة اللي هي هذه and 12 divided by 2 بيطلع لنا 6 هالشيء معناته انه 2 وال 6 هن divisor فدغري بنحطهم بالديفايزر ضمن الديفايزر عملنا 2 هلا بنعمل 3 12 divided by 3 حيطلع عندي 4 هالشيء شو معناته انه ال 3 وال 4 هن divisor لل 12 ال 3 هي divisor لل 12 ليش؟ لانه 12 divided by 3 حيطلع عندنا 4 وال 4 كمان هي divisor لل 12 ليش؟ لانه 12 divided by 4 حيطلع عندي 3 12 divided by 4 حيطلع عندي 3 بهالشكل دغري بعرف انه ال 3 وال 4 هن divisor فدغري بحطهم هون ال 3 وال 4 عملنا ال 4 هلا بنعمل ال 5 بنجرب ال 5 12 divided by 5 حيطلع عندي هون point يعني ما حيطلع عندي random natural number ما بتنقسم يعني هالشي معناته انه ال 5 بدنا divisor فما بحطها هون ضمن ال divisor بنجرب ال 6 جربنا ال 6 نحن وزبطت هلا 12 divided by 7 و 12 divided by 8 و 12 divided by 9 10 11 هدول ما في داعي نجربهم مثل ما حكينا من شوي بنطلع على الرقم عنا هون 12 بنشوف نص ال 12 شو نص ال 12 نص ال 12 هو 6 كل شيء فوق ال 6 يعني مثل 7 8 9 10 11 هدول اكيد حيطلع بالجواب في بوينت هون فاكيد منهم ديفايزر فما في داعي نجربهم نضيع وقتنا عليهم بس اكيد حيكون ال 12 ديفايد باي 12 انه حيطلع عندنا 1 فبنحط كمان ال 12 بهالشكل انه ال 12 من ان الديفايزر تاعونا هن ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 6 وال 12 خلينا نجرب هذا 35 نشوف الديفايزر لل 35 مثل ما اتفقنا دائما دائما ال 1 والرقم نفسه شو يعني الرقم نفسه يعني هو 35 حيكونوا موجودين ضمن الديفايزر هلا منبلش نجرب ال 2 وال 3 وال 4 وال 5 يعني 35 divided by 2 منبلش بال 2 لكن equal اكيد حيطلع عندي هون point ليش؟ لانه عنا هون رقم مفرد يعني هون عنا 5 عم نقسمه على 2 اكيد حيطلع عندي هون الجواب بالجواب حيطلع في point ما حيطلع natural number يعني ال 2 منا divisor لل 35 فما بحط هون ال 2 بنشوف ال 3 نفس الشيء ال 3 ما بتزبط نجرب ال 4 كمان ال 4 ما بتزبط حيطلع عندي هون point ما حيطلع عندي natural number يعني رقم طبيعي نجرب ال 5 حيطلع عندنا هون 7 يعني ال 5 وال 7 هن divisors لل 35 فبحط هون ال 5 بحط كمان 7 ليش ال 5 وال 7 ال 5 هي divisor لل 35 ليش؟ لأن 35 divided by 5 حيطلع لنا 7 كمان ال 7 هي divisor لل 35 ليش؟ لأن 35 divided by 7 حيطلع لنا 5 مثل ما لاحظنا 35 divided by 7 حيطلع لنا 5 فبهالشكل انه divisor لل 35 هن ال 1 1 5 7 and 35